تعدد طرق عرض السيرة الذاتية لإيجاد وظيفة مناسبة، إن كان من خلال الجريدة أو من خلال البريد، والأهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي أكثر اعتماداً بأيامنا هيدا. سوشيال دايف تطبيق جديد بيساعدنا نلاقي الوظيفة المناسبة وبيساعد الشركات لإيجاد الموظف المناسب من خلال فكرة ذكية. لو تعرفنا أكثر عن حالك. درست دراسة جامعية بالبرمجيات، من بعدها بلشت شركتي الأولى اللي هي ستيدي بوينت، ومن بعد ستيدي بوينت بعد 3 سنين بلشت شركة سوشيال دايس من فلسطين والأردن، وهلأ أنا في دبي. سائد، شو الفكرة الأساسية وراء تأسيس شركة؟ سوشيال دايس الفكرة الأساسية إنه إزالة كل الأعباء المتواترة على عملية التوظيف في الشركات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة من ذكاء اصطناعي وتعليم آلي. لكن هل مشروع سوشيال دايس اجى من وراء تجربة شخصية انت عشتها او انه مجرد فكرة؟ سوشيال دايس وانا في شركة ستيدي بوينت كانت بتتطور الشركة، وكنا قاعدين بنوظف كوادر جديدة للشركة. واجهت مشكلة التوظيف، وواجهت يعني كان يجيني مئات السير الذاتية، ومن هان طلعت انه سوشيال دايس تكون هاي الشركة اللي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة وصب الكبيرة عشان تسهيل عملية التوظيف في سعر مناسب لهذه الشركات. لكن شو فينا نقول انه كان الدافع الاساسي وراء تأسيس هذا المشروع؟ وقتها من ستيدي بوينت انه في فرصة كتير كبيرة، وانا كنت من الناس اللي يعني برأوا في هاي المشكلة التوظيف، وقلت اخذ الانيشيتيف وابلش هاي الشركة لأحل الموضوع لكل الشركات بالشرق الاوسط، لانه اوريدي عشت التجربة وحبيت تلاقي حل. حتى انت سعد، انت بتعرف انه في كتير تطبيقات عندها نفس الهدف، هدف سوشيال دايس اللي هو كرمال عرض السير الذاتية. شو اللي بخلينا نفرق سوشيال دايس عن غيرها من التطبيقات؟ سوشيال دايس بتختلف في امور كثيرة. احنا ما دخلناش ننافس الشركات الموجودة، دخلنا وعملنا شراكات مع كل الشركات الموجودة عشان نجمعها كلها في منصة واحدة اللي هي سوشيال دايس، عشان نقدم الافضل اللي موجود في السوق للشركات عشان تسهيل عملية التوظيف. خلينا نقول انه المرشح اللي بده يعرض سيرته الذاتية على هيدا التطبيق حابب تكون سيرته الذاتية على الصفحات الاولى، هون هل في تكلفة زيادة لازم يدفعها؟ احنا المنصة سوشيال دايس لا، ما بتعرضش اي بريميوم فيتشرز للمرشحين انهم يقوموا بتمييز هيدا السيرة الذاتية تبعتهم، لانه احنا قائمين على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، العمل المناسب. اوكي، هلا هي اول شيء الشركه بتقوم بانشاء الوظيفه عن طريق المنصه، وبعد انشاء الوظيفه زي ما انت شايفه هان بيتم اختيار انو موقع توظيف بدهم ينشروا عليه الوظيفه. بحط مثلا بيت ولينكد ان وبس، كبسه زي هيك. اوكي، زي ما انت شايفه هاي الوظيفه الشرح تبعها، وهنا المرشح بس بحط الاسم، ايميل، وبحط ابلود للسي في وبعمل سبميت. هذا هو. وبيجي زي ما احنا شايفين هان في عنا الميدلز، في عندك الميداليه الذهبيه والفضيه والبرونزيه. يعني هلا مثلا تيجي على هذا المرشح بطريقه سهله، بتدخلي على الديتيلز تبعته، هنا بتشوفي الريزومي او السي في السيره الذاتيه، هنا بتطلع التايم لاين ايش بيصير، انتقل من المقابله الاولى للمقابله الثانيه. كانديديت او المرشح ما لازم يعمل عندكم اكاونت، هو بس بفوت بشوف الوظيفه المناسبه له اللي حبها، بحط كل مره على الوظيفه الجديده رقمه، اسمه، الايميل والسي في، وبعدين بيروح على التحليل. بالضبط. بين كل المجالات الموجودة عندنا، أي أكثر مجال كان متجاوب معكم مع هذا التطبيق؟ المجال تكنولوجيا المعلومات، المجال المالية والمصرفية كانوا من أكثر المجالات اللي تجاوبت معنا في هذا. سوشيال دايس اختارت دبي،
شو السبب؟ دبي مركز لكل الشرق الأوسط ودخول لكل الأسواق في الشرق الأوسط والبلدان الشرق الأوسط راح بيكون أسهل بكتير عن طريق دبي. هذا السبب الأول، وفي فرصة كتير كبيرة للشركة لخدمة هاي الشركات اللي موجودة في دبي وباقي الأسواق في الخليج العربي. فقد بكل هذا وقت التحضيرات والتجهيزات، شو أكثر التحديات اللي واجهتك؟ من أهم التحديات اللي واجهتنا كانت هي إدارة أكثر من مكتب في أكثر من دولة، من الأردن وفلسطين ودبي. بحكم أنه إحنا شركة صغيرة فكان التواصل كان فيه صعوبة نوعا ما، بس هي من الشغلات اللي حليناها في هاي المرحلة. وين بتشوف سوشيال دايس بعد سنة، بعد 5 سنين، أو بالمستقبل إذا ما نقول؟ يعني إحنا سوشيال دايس الفيجن تبعتنا أنه نقدر نوصل أسواق كل الخليج العربي، شمال إفريقيا، ونقدر نوصل لأسواق برا مثل سنغافورة، تركيا وأسواق أخرى. سائد، مثل ما كان أنت عندك فكرة لمشروع، في كتير أشخاص كمان عندهم أفكار ويمكن خايفين يبلشوا مشروعهم الخاص أو عملهم الخاص، فشو نصيحتك لهم؟ إنه أنت دائماً أي وقت هو الوقت المناسب، مهم إنك تبلش. المهم تبلش، تأخذ الخطوة الأولى، أوكي؟ وأهم إشي ما تستسلمش. وبما أنه أنت ما استسلمت ووصلت للي وصلت له اليوم، كيف توصف نجاحك؟ أنا يعني بالنسبة للنجاح، أنا حد الآن ما بقدرش أحكي إنه لسه في نجاح. في كتير شغلات عندنا، خطط في سوشيال دايس، بدنا نوصل آلاف الشركات، بدنا نساعد عشرات آلاف ومئات الآلاف من الأشخاص إنهم يلاقوا الوظائف المهمة بالنسبة لهم، بس إحنا لسه مبلشين، وإن شاء الله يعني يكون في عنا إنجازات أكبر وتأثير أكتر على السوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن شاء الله من تقدم لا تقدم. شكرا لك سعد. العفو، شكرا للاستضافة. إيجاد الوظيفة المناسبة هم، وإيجاد الموظف المناسب هم أكبر. سوشيال دايز تطبيق عم بجرب يساعد الشركات والمرشحين على لقاء بعضهم بطريقة صحيحة وبأسرع وقت.